طبعا حدث زي كده لازم نكون موجودين كاتحاد كوره ومقويه فرع من فروع الاتحاد المصري لكره القدم. سعيد جدا بالتواجد، سعيد جدا بالتكريم لرموز اسكندريه. اسكندريه يمكن الاتحاد المصري لكرة القدم ليه طابع خاص في إقامة حتى مبارياته وإقامة ومهرجاناته في الفترة دي، ويمكن تصادف وجود بطولة شمال أفريقيا للكرة النسائية سيدات، وطبعا النهاردة كرمناهم برضو اتحاد شمال أفريقيا، ودايما إن شاء الله تبقى اسكندرية فال خير على المنتخبات الوطنية. بص، هو يوم جميل بكل معانيه، احتفالية تاريخية، تاريخ جديد، او يعني بنحتفل بتاريخ فرع اسكندرية في مكان تاريخي زي استاد اسكندرية. استاد تاريخي من اقدم الاستادات اللي موجودة في مصر، الفرع اسكندرية من اقدم فروع اتحاد الكورة، فكلها ارقام واحداث تاريخية جدا، فتبقى سعيد ان انت جزء من هذا التاريخ وان انت بتحتفل بهذا التاريخ. يعني بنهني منطقة اسكندرية بالمئوية، وبنتمنى من المنطقة ان الاندية الشعبية اللي موجودة في اسكندرية، الترام والاولمبي والحرس، يعني في اندية كتير قوي، وسبورتن، في اندية وابو قير الاسمدة، اتمنى ان الفرقة دي كلها طبعا تلعب الدوري الممتاز، لان هتساند مع الاتحاد السكندري ومع سموحة. ولازم نظرة من اتحاد الكورة بقى مش من المنطقة للأندية الشعبية. النهاردة بنحتفل بمئوية في منطقة اسكندرية لكرة القدم. طبعا بنقول كلمتين للناس اللي راحوا من الدنيا، الله يرحمهم ويحسن إليهم، ونتمنى للناس الموجودة دلوقتي التوفيق والنجاح بقيادة الأستاذ عامر حسين. المئوية ديت حاجة جميلة قوي، إن إحنا بنذكر العالم كله إن اسكندرية بقالها 100 سنة فيها اتحاد كرة خاص بيها وتابع للاتحاد العام. اتحاد الكوره بتاع اسكندريه بيخدم الانديه اللي في اسكندريه هنا كلها اداريا وفنيا وتحكيميا، ليه بصمات وبنور الانديه. احنا كلنا اتحدويه اسكندرانيه، ان مئويه اسكندريه طبعا معاشر مئويه اسكندريه والعظماء اللي كانوا ماسكين المنطقه من فريق سليمان عزت والكابتن فهمي جميعي، محمد المهداوي والكابتن ديبه والكابتن طارق جلاد والكابتن طلعت فواز، واخيرا طبعا المجلس الموجود بكابتن الاستاذ حسن اسماعيل والكابتن الصاوي والكابتن عامر حسين رئيس المنطقه، رئيس الاتحاد، عضو اتحاد الكره، مش ماسك منطقه اسكندريه، هو الراجل المشرف على منطقه اسكندريه.